كيف يتحدث العرب عن المقاطعة في عالمنا العربي؟ كيف يتعامل معه؟ رائع. في الحقيقة أنه المقاطعة ساحة للحرب بأدوات أخرى، وخطاب المقاطعة هو خطاب حرب لكن بأدوات أخرى، ويجب إدراك الأمر بهذا النحو. وعادة الصراعات من أجل التحرر تستعمل أدوات شديدة التنوع. واحدة من هذه الأدوات هي محاولة الضغط اقتصاديا على الاحتلال والقوى التي تدعمه، وهذا هو ما تحدده بالضبط وتسعى لإنجازه المقاطعة. وهنا يأتي دور خطاب المقاطعة. ماذا يعني خطاب المقاطعة؟ هو كل الكلام والنصوص والصور والتسجيلات التي تتداول لأجل إما حث الجماهير الناس على المقاطعة وإضفاء مشروعية عليها وتبرير مسوغاتها والتأكيد على ليس فحسب فعاليتها وإنما التأكيد على ضرورتها الحاسمة. وفي المقابل هناك خطاب مضاد للمقاطعة يحاول أن يقلل من تأثيرها، يحاول أن يدفع المستعمل هذا الخطاب بعيدا عنها. فيما يتعلق بالعالم العربي تحديدا، هم العالم العربي عرف أشكال من خطابات المقاطعة على مدار الثلاثين عاما الأخير، ونتذكر حملة المقاطعة الهائلة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وما تبعها. فهناك الآن لدينا تراث من خطابات المقاطعة. هذه المرة ما ينتج ويتداول من نصوص وكلام حول المقاطعة يتشابه في بعض الأمور فيما سبق ويختلف في أمور أخرى. من أهم الاختلافات أننا أصبحنا أمام خطاب واسع الانتشار. تقريبا كل من يدعم الحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال في الوقت الراهن يتبنون المقاطعة بوصفها خيارا حتميا لا يمكن أن يفرط فيه. ورأينا صور لم نرها من قبل، صور معلقة في الشوارع، هل قتلت فلسطينيا اليوم؟ ثم صحيح. صورة لمنتج من المنتجات الأمريكية أو البريطانية أو الألمانية أو بالتأكيد طبعا الإسرائيلية أو داعميها من بعض العرب أيضا، وهذا جزء شديد الأهمية من التغيرات التي طرأت على هذا الخطاب. لكن هناك أمر آخر شديد الأهمية أيضا، أن بالضبط أن في الكويت موجود، نعم في الكويت، ومتداول على شكل على نطاق شديد الاتساع. الأمر الآخر هو أنه الحجج التي كانت تتداول سابقا بشأن يعني تهوين من أثر المقاطعة لم يعد لها هذا الانتشار ولا هذا الرواج في الوقت الراهن. ما هي الحجج اليوم يعني؟ وهل هي حجج مقنعة؟ يعني لا ننسى أنه خطاب خطاب المقاطعة ممكن أن يكون خطابا مشاعريا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يعني ينتقل إلى الفعل. هذا في الحقيقة هذا يعني لم يكن ما حدث لا خلال الخطابات السابقة ولا هذا الخطاب. خطاب المقاطعة خطاب عقلاني تماما، يؤسس نفسه أولا تاريخيا بالإشارة إلى مئات الحوادث على مدار العالم في كل أرجاء العالم التي كان للمقاطعة فيها دور حاسم، إما في دعم قوى تحرر أو مقاومة أشكال من العنصرية والهيمنة. ولنا في المقاطعة التي نظمتها معظم دول العالم لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا درس شديد الأهمية. ولنا أيضا أن نتعلم ممن يبيدون الآن الفلسطينيين، لأنهم يستعملون هذه الاستراتيجية منذ ما قبل تأسيس الكيان للضغط على كل من يعارض مخططاتهم. فهناك حجج تاريخية شديدة الفعالية، هناك حجج مادية أيضا. يعني لو نظرنا مثلا إلى كيف تنتج استراتيجيات الإقناع بشأن هذا الخطاب، سنرى العديد من الحجج، حجج إحصائية على سبيل المثال. ننظر إلى واقع البورصات العالمية والكيانات أو المؤسسات التي أعلنت مقاطعتها، لنرى الأسهم حمراء ونازلة إلى الأسفل، هذا يعني أن هذه المقاطعة فاعلة. ننظر إلى الخطابات التي تنتجها بعض هذه المؤسسات أو أنتجتها من قبل وتدعم فيها الاحتلال دعما واضحا وجليا، لنرى الارتباط بين هذه المؤسسات وبين الكيانات. في الأولى تفند الحجة القائلة بأن هذه الخطابات غير فاعلة وغير مؤثرة، وماذا استفعل أنت إذا قاطعت بمئة جنيه؟ ولا نحن نعرف أنه الشخص الذي يقاطع بمئة جنيه ينتهي الأمر بمئة مليار. نحن نعرف أنه المقاطعة فعل جماعي، إذا
احتشد له أمة، ونحن نعرف أن بعض البلدان العربية من البلدان التي تنفق بسخاء على كثير جدا من المنتجات صحيح التي صحيح تنتجها هذه البلدان، ومقاطعتها فعلا شديدة القسوة. فتأتي مثل هذه الصور من البورصات لتؤكد أنه لا، هذه المقاطعة فاعلة. تأتي الشواهد الأخرى الدالة على الارتباطات بين مؤسسات أو دول ودعم الاحتلال لتفند حجة أخرى، شركات ومؤسسات ودول نحن لا علاقة لنا بالاحتلال، نحن شركات مساهمة محلية، نحن لتفند هذه الحجج ولتدعم الحجة الأخرى أن هناك مثل هذا الارتباط الذي يجب أن ينفك. النقطة التحول الأخرى هو أن هذا الخطاب، خطاب المقاومة، لم يعد قاصرا فحسب على من يشتركون بشكل مباشر في العدوان. نحن نعرف أن هناك قوات أمريكية الآن تحارب في العراق، لم يعد الأمر مقتصرا على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وإنما كل الدول التي قدمت دعما أو شركات بالضبط أو شركات دعما غير محدود غير إنساني لهذه الإبادة الجماعية أصبحت في لائحة المقاطعة. فالحديث الآن عن المقاطعة لا يخص حسب دولتين أو نحوه، وإنما يخص منتجات دول بأسرها. ويدرك هذا الخطاب، وهذا من أهم الأمور، يدرك هذا الخطاب الآن في العالم العربي على أنه شكل من أشكال المقاومة الشعبية التي يجب أن تدرك بهذا النحو. إن لم تستطع أن تكون في ميدان المقاومة على الأرض، فأنت تستطيع الآن أن تكون في ميدان المقاومة في بيتك، في السوبر ماركت، في الشارع، في كل مكان تستطيع بأن تقاطع. لأننا نعرف أنه، والكل هذه الحجة الأساسية، أنه الاقتصاد فاعل جدا في كل ما يتخذ. صحيح.